مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراه المنتخب الكابوني ضد المنتخب المغربي في الجوله الخامسه مباراه الاياب من تصفيات كاس امم افريقيا 2025 بالمغرب لكن قبل مشاهده المباراه لا تنسوا الضغط لايك والاشتراك بالقناه فهذه يسعدنا كثيرا وشكرا لكم سوف تقام المباراه على ارضيه ملعب استاد دو فرونسفيل بالكابون في تم الساعه 8 مساء تفوتوا هذه المباراه عبر قناه بين سبورت 2 وأيضا ريد تي إن الناقل الحصري للمباراة المباراة تجدون البث في صندوق الوصف عند انطلاق المباراة نتمنى لكم الاستقاء لا تنسوا الضغط لايك لهذا الفيديو والاشتراك بالقناة ونتمنى الحظ الموفق للمنتخب المغربي